مجزرتين ارتكبن في نفس ذلك اليوم، حكم مخفف بحق مجرم حرب، وإعطاء حكم عالي جدا مؤبد للأسير نائل البرغوثي وهي نفس المحكمة. هذا مؤشر على أولا على التطرف الإسرائيلي، على العنصرية الإسرائيلية، على نزعة الانتقام الإسرائيلية، على الاستهتار بحياة الفلسطينيين والتعامل معهم كأنهم أدنى من البشر. وأنا بطالب بإفراج الشهداء المحجوزة بالثلاجات. ليش ما تقاطع المحاكم الإسرائيلية كلها؟ بنشروا على المحاكم الإسرائيلية، بنشروا على المحاكم، يحاكمونا غياب، بنا نعلن العصيان على المحاكم الإسرائيلية. يجب أن نتخذ قرارا صعبا، وإلا كل يوم رايحين نشوف نفس المشاهد المؤلمة وإحنا فقط نشكي. يعني اللي كان محكوم مؤبد إذا بده يفتح فمه بده يحكي كلمة إلى أي كأنهم بدهم يعلموا الشعب الفلسطيني إنه أنتوا خطفت. مطلوب بلورة استراتيجية وطنية جديدة التي من بينها يمكن أن تكون الفعاليات الشعبية التي يشارك فيها آلاف أبناء الشعب الفلسطيني، من بينها أن يكون هناك توجه لمحكمة الجنايات الدولية في قضايا محددة، وما أكثرها وما أوضحها وكم هي صارخة وبينة مثل الشمس، يعني حقيقة الجريمة الإسرائيلية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى ولكن يتفق عليها لكي يكون بها كل أبناء الشعب الفلسطيني مجتمعين. تهمتين اللي عند نائل، واحد لأنه شارك في ندوة بيرزيت، والثاني لأنه في حد اقترح اسمه يصير وزير للأسرة في حكومة الوحدة الوطنية. شوف هالجريمتين الكبار بروا عليهم مؤبد 18 سنة، هذا على الأقل موجود في الأوراق في الوثائق الموجودة في محكمته.